فولة مسوسة وطاح بها غراب بعول. تو العيد مشى ولا وراح وجاز من اسفلجل وما زال موسم التفاح. أما المسألة الاقتصادية جملية ما هيش هي. خلينا نقولوها بالمقشر. الأسواق في المدة الأخرى عاملت بعمايلها. أسعار نار ومسمار، غش، سمسرة، احتكارات، مضاربات. وفي كل الحالات المهفات وأصحاب المصالح يا يتبدلوا يا يتقاسموا الأدوار. أما الضحية الكبيرة هو المواطن والوكال. وزارة التجارة سلمت وكأنها مغلوبة على أمرها ودفعت دوزانها، والجمعيات مغلبة عليها تبعبع مع السعي الجالي، وآليات تعديل السوق تشاتش مع الجد على حد، والكونتورات ونصب ولات بطورات متوسط الحال والزوالي، والفكير اللي سلموا أمرهم للباري وما عندهم تاويل. ويظهر لي الحكومة الحالية مع البلاش اللي هذا لهي في دوسياته ويضمن في مصالحه وحنيناته في ربع ساعة الأخراني، وكأنها بلاد بلا مالي ودولة بلا مؤسسات ومواطنين هجيج ما عندهم ولي. والسؤال المطروح اليوم بإلحاح وينقص العيشة من الفجر المنغد والصباح، كيفاش باش يعملوا الغاشي في الأشهر الجاية، خاصة وأنه على ما يبدو من التسريبات الأولية أنه قانون الميزانية باش يكون شعاره الأساسي التقشف، معناها هو زاد بلية. قالوا مصارني توجع فيا، قال هاتهم لي نشويهم، الوقت صعيب، الزمان مغدر ووضع متكدر، وحكام ما تعرف كانت تتصدر، ومواطن في مهب الرياح مودر، وحالنا حال الفولة المسوسة اللي تحبيها غير بعور.